لطافة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصدافة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. عنا شباب البوم. أبوك الفيلم البطل يا عيال، أعطيه تقييم 10 من 10. يا شيخ طير والله إنك بالغت، أنا أعطيه 7 من 10 ويخب عليه بعد. هي فقي ليش تبكي؟ عشان المسلسل. أي مسلسل يا سبك؟ بعدين وش سالفتك؟ إذا شفت فيلم كوميدي تبكي، وإذا شفت فيلم حزين تضحك. يا عيال أمنية حياتي إني أمثل حتى لو كومبارس. إن شاء الله أنا راح أصير نجمة شباك وأنا أمشي على زل الأحمر. أم عاد زل الأحمر، أنت حدك مشروع صباب بعروس. جلدك. اسمع شكر، ورا ما تكلم خالك الممثل طلعت، تخليه يتوسط لنا الممثل. والله يا ليت، لكن هو بطل تمثيل على حس المنتجين. هذا وقته، خلنا نتعشى يا عيال. يلا. عماير وخسرتنا، مقاولات وخسرتنا، فتحت لك حلاق ويومين بس اللقاطة نزل زبون. انا يوم جيت الشرطة حاطين اللي يزلوا بلا كيس. هلو ما يصير. لا 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 لا, لا. انا ما عندي الا حلين، أما تنقل كفالتك ولا خروج نهائي، فهمت ولا لا؟ أبوس إيدك، اديني فرصة أخيرة وبجد مش هتندم المرة دي. أنا النهاردة هعرفك على ولد تتمنى أن ولادك يطلعوا نصه. يا سلام، عبقرية فزة، دماغه دي عبارة عن كالكوليتر، مش ممكن، حسابات ومكاسب فقط. الولد دوت بجد هيكسبك مكاسب هائلة، مش كده وبس، هيخليك مشهور أشهر من أي حد مشهور في حياتك. شهرة؟ وش بيخليني يعني؟ رأس حربة بالهلال. تفضل. صباح الفل والياسمين على نجوم المجتمع المنورين. يا هلا. أهلا أهلا أستاذ مدحت. إزيك يا حبي؟ الحمد لله على السلامة الله يخليك. مدحت اللي لسه كنت بحكي لك عنه، أنت جيت على السيرة يا مدحت. بجد مدحت شخصية عبقرية فازة. اخلص علينا، اعطني دراسة جدول المشروع. تفضل حضرتك. وش هذا؟ هذا قصة ولا كتاب قراءة؟ ده نص الفيلم سينمائي، كاتبه كاتب كبير. كل اللي محتاجينه ليه منتج محترم يعمله دعاية، اعلانات، طرق، الكباري، كل السينمات الخليجية والعالمية. خد المفاجأة الكبيرة بقى. يا ريت. الإيرادات المتوقعة منه 3 مليون دولار. 3 مليون دولار؟ وكم يكلف هذا تاجه؟ 6 مليون دولار. مال، مش بقولك عبقرية فزة، تصرف 6 يجي لك 3. هو يعني اللي تصرفه أحسن مننا ولا اللي يرجع أحسن مننا؟ بهزر معاك. انت لو هتجيب نجوم صف أول هتصرف 1 مليون دولار واحد بس، لو هتجيب ممثلين من الشارع هتخلص ب100 ألف دولار. بس في جميع الأحوال لازم نجيب نجم يسوق لنا الفيلم. جيبه من الشارع يا محمود، لو يجون باليومية ما رشوة. عندك حق، أنا برضه عامل حسابي إن أنا أجيب الواد مصطفى المليس، الواد ده شاطر في الدعاية قوي، عشان موضوع إن إحنا يعني نعمل اختبارات الممثلين والأجر والحاجات دي. هي اقتصد اقتصد يا ابن أخي، اقتصد يا محمود. أنا رأيي حتى لو هنجيب ممثلين من الشارع أو باليومية زي ما حضرتك بتقول، نجيب نجم سوبر ستار، واد قمر كده جميل وسيم، ونديله غير أجره 10% من التيكت بتاعت السينما، وباقي الممثلين نديلهم 5% إلى جانب أجرهم برضه. أنت إيه رأيك؟ إيه قولك في الموضوع ده؟ بس المشكلة دلوقتي النجم الوسيم الدوحة أحمد عز مش فاضي. أمير كرارة وسيم وأمور وكل حاجة، بس الفيلم مش أكشن. بيومي فؤاد شغال هيعتذر. طب نجيب مين؟ محمد رمضان في خناقة بقى. في خناقة. مش هينفع دلوقتي. طب نعمل إيه؟ نجيب مين؟ ما تقول معانا. كلك نظر يا محمود. أنت أليق واحد للدور بجد بجد وبدون مجاملة. وبما ان بقى زيتنا في دقيقنا وانت بطل الفيلم، يبقى انا المخرج. عامر، تعرف شرخان؟ لا ما اعرفه. تبغى تمثل وما تعرف شرخان؟ يا غبي، هذا افضل ممثل في الهند، ترى هندي. شرخان هندي؟ ياوا. تعرف شرخان؟ ايش فيه؟ طلع هندي. صدق والله؟ هي كفته تو يقول طلع هندي. صدق حسب عراقي؟ حتى انا حسب عراقي. مسوي جايب معلومه فنيه يا ورع، كلنا نعرف انه هندي. طيب تعرف رامبو؟ يا عيال العامل اللي ضبطنا الملحق راسل لي رسالة مطلوب ممثلين. غريبة. أخيرا بتحقق حلمي.
طيب متى يبونهم؟ بكرة. قدام. أوف 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 أبوك الزحمة. صفين عند حلاق ذولي. يلا يا شباب ترتبوا ترتبوا. وش الحدسين هذا؟ صفوا سلة صفوا سلة. يا عيال هذا مو عبد الله ولد أبو عبيد. إلا والله هو. شو عنده هنا؟ شكله هو المسؤول. قصر صوتك لا يسمعك. شو عندك أم بهذا؟ العامل مصطفى راسل لي رسالة. مصطفى إيه وش عشانه تليص في الشقة؟ لا الله يطول عمرك كنت فاهم غلط عشان التمثيل. أوه تمثيل؟ وش لك بالتمثيل؟ أنت مفيدين بلوت فيفا يا أبو تلاتة. ما شاء الله دمك خفيف. اسكتوا خلاص اقطع الصوت. سلامات وراه ينفخ ذا. يا عامر هد وضعك الفن كذا يبيل صبر. لا تنسى يا عامر الفن رسالة. هي واضح من شنبك. عامر وش هو الدور اللي تفضل وانت يا بعد حل الارضي؟ لا معلش حبيب الارضي سكن عندنا الربع والروف ينفع؟ اي ينفع. يا عامر يقصد الدور تمثيل. اي بس تو هو يقول الروف موجود والدور الرابع موجود. يطقطق عليك. اما يطقطق. بطقطق. طقطق. الممثل الناجح يلعب كل الادوار. الله اكبر. اذن العصر. انت قلد لي واحد من خرع متهول. ايه ده؟ تحس انه هو حمد المرغني بتاع الخليج. انت ابو شويربات وش عندك؟ سلامتك. الله يسلمك يا حق. لا ده لو يسلفني شعره وشنبه عندي مشوار خناقة مليان رعب. ينفع تسلفني شعرك وشنبك؟ لا 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 ما اقدر انا اصلا متسلفه. هو بيشاور بس ما بيتكلمش ليه؟ يمكن على السايلنت. بسم الله الرحمن الرحيم. فايبريشن حد يزقه كده. لا عايش. لا نقبله ايه؟ ده محتاج تشطيب كتير وصنفرة والكلام ده. اما تشطيب واضح انك مقاول ومالك علاقة بالاخراج. قوم يا ابني خرجهم برا مش قادروا برجله جعان. طيب والروف يا عم الحج؟ سكننا في الخروف. يلا بالسلام. طب بشويش يا اخي. سلام. هدف. يلا يلا. لا تدف يا ابن الحلال. يلا يلا. زينكم زين شركتكم. انتم كل شيء تنفعون ولا تمثيل. لا اشوفكم يلا برا. اقول سقها بس انتم الخسرانين. اسوقه. يلا برا يلا. تكفى يا عبد الله الله يخليك كلم ابوك عشان اطلع في التلفزيون. قالها خالي الفنان الكبير طلعت نازل في الوسط الفني دائما الناجح محارب. انت خالك الفنان طلعت نازل؟ ايوه. اقولك بكلم خاله الفنان طلعت نازل. ازاي طلعت ونزل في نفس الوقت؟ الراجل ده كذاب. كذاب بس فنان. لا كان كذاب ماشي. المهم يمثل معنا لكن شرطا ان اخوياه الثلاثه يمثلون وهو يشتغل بالانتاج. اخوات الثلاثه يمثلون. باقي انا ما فحصتوني حبيبي. كان على الفحص الدكتور مستنيك تاني اوضه يمين هيكشف عليك. يا ابويا ما بجاي مستشفى انا جاي بمثل. جاي بتمثل. هتورينا ايه النهارده؟ انا انسان احب اقلد الاصوات. تبينا اقلدك صوت البعير الشبعان؟ لا للاسف البعير الشبعان اتسكن خلاص. بس عندنا دور مهم البعير الجعان لو ينفع تقلده لنا. لا ما ده البعير الشبعان اللي اتسكن. بص انت ما تتعبش نفسك هو الدكتور مستنيك هيفحصك وهتبقى زي الفل. اعمل لك مسح. سلام. كان عايز ياخد دورك. انا وانا مشيته خلاص. انا وعدتك بعير الشباب بتاعك. خلاص تفضل يا خال. شكرا يا ولد اختي. شرط علي عشان يشغلني في الانتاج ويشغل الشباب في التمثيل انه اجيبك بطل في هذا الفيلم وبيكون اجرك 10% من ارباح الفيلم. يا ولد اختي المنتج هذا انا ما اعرفه ولا قد سمعت عنه شيء. ها انت قلت ما اعرفه. المنتج هذا داخل السوق بقوه وان شاء الله يا رب يغير وجهه نظرك عن المنتجين. والله ما ادري ايش اقول لك يا ولد اختي. ها بشر وش قال؟ ما يحتاج اجاب واضح على وجهه. خالي وافق يا عيال. خالو وافق. ايوه خالو وافق. انت يا شكش هتبقى مدير الانتاج. ازهمها ابشر. مدير الانتاج ابشر يعمله حد تاني. عادي انا اسويها. ورينا كده قول. ابشر. حلو خلاص انت ابشر. انت عامر ولد عم حنان. ايه بس انا ولد عمي صالح صح ولا لا يا عيال؟ الا الا بالفيلم يا غبي. ايه بالفيلم عادي حتى لو تبيني ولد عم كفته.
لا، نبيك ولد أم حنان. أنت تبيه وتبي تزوجه، بس هي رافضتك، ما تبيك، ما تبي إلا أنا. تحبن وتموت بدبديبي. ما دي عليها دي. وانت بقى حبيبي هتعمل سواق حنان دور الهندي، واسمك عبد الغفار. لا لا يا محمود، انا اختلف معك بها هاللقطة. هذا يصير ابوي بالفيلم. ابوك؟ هي ابوي نفسه الطاسق في بحر الله العظيم. نفس القصة. بابا الله يرحمه كان بيقص نفس القصة دي؟ نفس القصة سبحان الله العظيم. الله يرحم ابوي سبحان الله العظيم بنفس الملابس. طب خلاص معلش، لا اله الا الله، معلش تعيش وتفتكر. هو كل ما يفتكر باباه بيقعد يضحك كده. دقيقة، الله يطول عمرك انت وياه. انا ابو مين؟ ابوي انا بالفيلم. ما تبي تمثل انت؟ الا ابغى امثل، بس ايش دعوه ابغى امثل. لو تبي اصير جدك ما عندي مشكلة. تصدق تشبه جدي، لكن ان شاء الله بالجزء الثاني نحط لك دور. هو بقى لما يفتكر جده بيقعد يعيط كده. اما انت بقى عم كباب؟ لا مو بكباب، بس كفتة يا سيدي، هي كلها مشاوي. عم كفتة، انا هدي لك دور اخو حنان. شكرا يا نجم. لا لا اله الا الله، ده بيتكلم. ايه يتكلم. الله، طب بيتكلم، انا ادي له دور كبير، انا كنت فاكره ما بيتكلمش. على العموم انت معايا ما تقلقش يعني. اما بقى السيد طلعت نازل، الراجل اللي انا مش طايق اسمه ده، هيعمل ابو حنان طبعا، وانا البطل بندم. واي واحد سوينا له كاستنج هنا لا تشوفوا عيني، قفلنا نهائيا ونبي نصور هالفي اكشن. ام ابوك ذاك الشايب. لعب عليك يا ياسر. الممثل الشاطر يلعب اي دور. طيب عيال، متى التصوير؟ اسال مدير الانتاج الاستاذ شكوش. متى يبدا التصوير يا شكوش؟ التصوير بعد يومين. المشكله يبغوا مني بيت، والمنتج قال بعطيك 1000 ريال. اوف اوف، 1000 ريال. 1000 ريال؟ ايوه. طب عادي تجون تصورون ببيتنا؟ من جدك؟ اي من جدي، بس اهم شيء ما تجون الا بعد ما ينامون اهلي. يجي بالادب. اسمع انت وياه، أهلي نايمين، تمثيل بس بشويش، اوكي؟ يا ابا المطبخ وين؟ نريد نطبخ؟ نبغى نصلي شاي يا حبيبنا. يلا اليوم نزل كمل العدسات كله. يا ابني طوال والله، انا مش متفق معاكم نخش بهدوء عشان اهل الراجل نايمين. الله! طلعت بالله العظيم كلمة عليها فركش. وبعدين؟ تمام كده؟ اي تمام تمام، أهلي قاموا اصلا. طب كويس، عشان نسلم عليهم. تفضل تفضل. تفضل. يا اخي المشاهدين دول قريتهم يجي 8 مرات ورا بعض ومش فاهمهم. يعدوا يعدوا. ايوه بس المؤل ملغي، الدراما اتغيرت، الناس مش قادره تفهم شكل الدراما اصلا، اختلف. المشهد ده بعشقه بعشقه، هتجنن وصوره. يلا ملغي. اهدى لك الا مشهدي، ولا ترى بتنطرد انت والعيال. يا ريتك قدمت بدقيقه واحده. لغيته خلاص. لغيته؟ لغيته خلاص. يلا يا ولد، يلا انتوا يا يلا. بهزر معاك، انا اقدر الغيه؟ ده انا مستني المشهد ده بفروق صبر. عندك مشهد مع ابو حنان، بدايتك الحقيقيه يا بطل، عايزك تكسر الدنيا. ده اول ظهور ليك في الفيلم، تكسر الدنيا. ابشر ابشر بعزك. طيب الحين انا جاهز للتمثيل، متى نبدا؟ قدامنا دقايق بس، بيعملوا مكياج والكلام ده، والدقايق ونصور على طول. مكياج؟ طيب وين نسوي المكياج؟ تعال. صحيح مكياج. معلم ارشد. الله نور بعض. شايف الغرور اللي في وشه؟ رهيب رهيب. هذا اوعى تستقل بيه، ده اشهر دهان فيك يا رياض. ايوه هذا. ايش في مشكله؟ هلو انا معلم ارشد. ايوه عايزك تعمل الاستاذ، هتديله الاول وشين صنفره. ايوه خلاص. أيوة. حدادي. وبعدين صنفره ناعمه، وبعدين هتقطب بشويه معجون تمام، وتديله وش مطفي. ماشي ما في مشكله، انا اسوي اول شيء مأذون، بعدين سوي نص وجه هذا بويا، لما بعدين سوي ثاني وجه، ما في كسم، في طافي. الله كسم ما لم يطلع.
هلو سلامات، هذا بيدهم ملحق مو بوجه. على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. 3-2-1 اكش. حنان لي ولا لها، مثل ما اتفقت مع ابوي. انا عند كلمتي يا ولدي يا عامر، بس هي ما تبغاك يا ولدي يا عامر، هي تعتبرك زي اخوها حمزة، وبعدين هي تبغى تاخذ زميلها اللي في العمل. هي بس وش تبي فيه؟ شين وقصير وشايف نفسه. كات! وش من قصير وشايف نفسه؟ ما تشوف وجهك انت؟ قسم بالله هذا المكتوب بالنص. الحقيقة فعلا هو ده اللي مكتوب في النص، وده الواقع. نغيره، انا المنتج، بدل ما يقول هالجملة يقول وش تبيبه هالوسيم هالظريف الخلوق مخقق البنات. الله، احلى كتير بجد، احلى كتير. يا ريتك انت اللي ألفت الفيلم. خلاص يا ولد، هنغير الجملة وهتقول زي ما المنتج قال، وانا نغيرك انت. لا لا، خلاص خلاص، اسوي اللي تبون. برافو عليك، تفضل يا فندم. ولد يبا يبا يا حيانة طالبك، تكفى ابي امثل، ابي اطلب التلفزيون. تلفزيون بعينك، هذه سينما. بعدين خلاص خلاص، انا بقول للمقاول يدخلك. لا قال اكشن. مقاول مين يقول اكشن؟ المخرج. المخرج يعني قال اكشن. اسفت هبد، اسفت درعم، ولا عليك منها، ما اضرب على التايد. راح كفو يا محمود. ايوه ولدي، يبي يدخل يا بعد حي يصور من وراها، ما اترك ولاد اللي قلت اكشن. وانا مش هقول اكشن. يلا تفضلوا. بسم الله. 3-2-1 يلا. ايه سلامات، قصر صوتك، اهلي نايمين. 3-2-1 يلا. حنان لي ولا لها، مثل ما اتفقت مع ابوي. عامر وطي صوتك يا اخي، اهلك نايمين. كيفي بيتنا وانا حر يا اخي. ملقوف انت، وش تبي ببيته ومزاجه؟ انا اسف، اللي تشوفوه غلط اعملوه. يلا 3-2-1 يلا. حنان لي ولا لها، مثل ما اتفقت مع ابوي. يا ولدي انا عند كلمتي، بس هي ما تبغاك، وبعدين هي تعتبرك زي اخوها حمزه، وهي تبغى زميلها اللي في العمل. وش تبي فيه؟ هذا الوسيم اللي حاط سبايكي اخر حبه في الدنيا. كات هايل. ايه ده؟ مين الحمار اللي عدى في الكادر ده؟ حماري قصدي ولدي. ولدي ابنك؟ ايه. يا سبحان الله على الشبه، مش ممكن. ممتاز يا عامر، بس لو انت مضيف جمله مخقق البنات تم مضبوط. صح. يلا تيك 3. اي خلصونا انت ويا المايك ذا ذبحنا، ما هو مخقق بنات ولا شيء. يلا تجننت يا ولد ولا ايه؟ اقول لك يا يا مامي. بسم الله عليك، بسم الله يا مامي، بسم الله عليك. اعوذ بالله من شر شبلاك انت من الجن والجنه. منين الولد ده؟ من افريقيا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سايب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أكيد هذه أحلام آخر الليل. ما في أحلام آخر الليل، أنا إنسان موجود. إيش؟ ما في مشكلة. سلامات سلامات، وراس تزعقين ليش وباسك كذا؟ ها انا نذر قبل انا نوم. وخير يا طير، نظفي مره ثانيه. ماما 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 ماما. اوه انا تندر مية مية. يلا تكفى يا استاذ تكفى، ودي لو مره واحده اقول اكشن. احنا في بيته برضه ما يصحش. قول اكشن. عادي اقول. عادي يا سيدي. شكرا يا استاذ. العفو. يلا كفت، انا بقول اكشن. 5-4-3-2 اكشن. بس انا احب بندر وما ابي اتزوج غيره، وعامر ذا ما ابي. عامر حقود يعرفه من يوم الاستراحه. تزوجي بندر اللي هناك جالس عند التلفزيون. كات هايل، مشهد رائع مؤثر جدا. حنان لي وانا لا، تسمع ولا لا، ولا ياخذ غيري. سلامات، وش فيكم شخصنا الموضوع؟ ترى فيلم وتمثيل. معلش هو تقمص الحالة شوية مش أكتر. اهدى اهدى سعادة الباشا. يلا استاذ تكفى عاد، أول مرة بس، أول مرة أقول فيها أكشن، خلني أقولها. قولها.
اكيد يلا ما تلعب علي مثل المره ذيك عيب. يلا ياسر 5 4 3 2 اكشن. بابا ابي اتزوج. اي يا وليدي انت باقي صغير ما خلصت الجامعه. انت يا وليدي حلو ولازم تتعايش بهذا الشيء وتقتنع فيه. قد هايل مشهد في قمة الرومانسية. الله أكبر عليكم. الله يا نجم انت برتبة الخليج. ها وش رايك بالله؟ ظبطت المشهد ولا ما ظبطته؟ اطفي اطفي. سلامات. عمر هذا مين؟ هذا مين؟ ما في احد. فهمتس تبين 100 ريال خلاص نظفي واعطيس. 100 ريال؟ لا 500 ريال استر على ما وجدت. انا يقول كلام. انا بكم ريال نظف كله هذا؟ قول تم. تم. استر ما وجدت. اقول سقها. والله مو بسهله ذي. سقها. الحين خلصنا تصوير الفيلم. وين اجر بيتنا؟ واجر انا كممثل واجور العيال. اي والله وترى المفروض ناخذ فلوسنا قبل ما نبدا تصوير. يا عيال اهدى من كذا اهدى من كذا. لا يا شيخ مو بنت مدير الانتاج. اي وانا مدير الانتاج. خلاص اجل جبها. انا بنفسي ما اخذت حقي وخالي طلعت جاء وممثل وما اخذ. يعني انزرفنا؟ ما انزرفنا. بعد يومين بينزل الفيلم. شوفين الإيرادات والصحافة والإعلام وكلنا حننجم. يا الله أنا ماني مصدقة أني أنا وفارس أحلامي تحتك في واحد. أنا بحلم ولا علم؟ لا أنت بعلم وليس حلم يا حبيبتي هالوجه. الحلاوه الطعمه دي. لا بجد انا شعرت ايه الاداء المحير ده بصراحه. يعني اقدر اقول لك افهم احقر اجمل فيلم شفته في حياتي يعني من فتره كبيره. بالتوفيق بالتوفيق ان شاء الله. ايش هذا؟ لا اخراج ولا قصه ولا اداء. فيلم مشي حالك يا خالي. اهم شيء الناس كلها مبسوطه. ابوك الجيل القديم وش عرفك الناس اذواق. اكتساح 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 اكتساح. برافو عليكم يا شباب شرفتونا وخليتوا راسنا فوق في السماء. هي دي الافلام اللي تشد. هي دي افلام المستقبل وافلام الماضي وافلام الحاضر. الناس بره هتموت نفسها بتقطع ايديها من التسقيف. حجز لمدة شهر قدام. برافو عليكم برافو عليكم. انا نفسي كمان هتجنن. ايه فيلم الزبالة اللي نجح دوت؟ لا ولسه اللي جاي أزبل.